الخير مشاهدينا، اهلا بحضراتكم. يوم جديد في برنامجنا اليومي على شاشه النيل للاخبار من القاهره. اليوم تاريخ سيظل محفورا في اذهان كل المصريين، تاريخ ثوره 30 من يونيو، اليوم اللي خرجت فيه اراده الشعب المصري لتفرض نفسها وتزيل حكم جماعه الاخوان الارهابيه وتطيح برئيس المعزول محمد مرسي. في هذا التاريخ خرجت جموع المصريين في الميادين المصريه لتكون كلمتها هي العليا، ويتغير مسار المخططات التي كانت تريد تغيير هوية مصر بل والمنطقة العربية بأسرها، لتواجه مصر بكل شجاعة بعدها الإرهاب وكل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار في مصر. البداية كانت باستمارات تمرد التي وقعها جميع المصريين بكل شجاعة وبكل حرية للتعبير عن إرادتهم في إعلاء كلمتهم. وفي هذا اليوم وقف الجيش المصري بجانب المصريين ووفر لهم كل الحماية لكي تكون كلمتهم هي العليا، كلمتهم الراغبة في إزالة حكم الإخوان والحفاظ على هوية مصر وتاريخها وثقافتها وحضارتها. حلقة خاصة اليوم نقدم فيها هذا التاريخ وإلى أي مدى غير مسار الحياة في مصر والمنطقة العربية، وحنناقش في كل الأمور التي تدور في أذهان المصريين ونحن تمر علينا الذكرى الرابعة لثورة 30 من يونيو. الرئيس عبد الفتاح السيسي ألقى كلمة اليوم في الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، وأكد فيها أن هذه الثورة نجحت في ثلاث مسارات سعى المصريون من أجلها وتحققت رغبتهم فيها، وهي استعادة الوطن من قوى ظلمية والتصدي للإرهاب. وشدد الرئيس أيضا على أن المسار الثاني الذي نجحت فيه ثورة 30 من يونيو هو التصدي للدول والقوى الداعمة للإرهاب، وأشار الرئيس في ذلك إلى أن الثورة ساعدت مصر على استعادة دورها الإقليمية. أما على المسار الثالث الذي نجحت في هذه الثورة كما أكد الرئيس هي تحقيق تنمية اقتصادية وتحسن مؤشرات الاقتصاد خلال 4 سنوات من عمر الثورة، وجدد الرئيس العهد لمواصلة العمل لاستكمال مسارات ثورة 30 من يونيو. نتابع الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الاحتفالات بالذكرى الرابعة لثورة 30 من يونيو. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، تمر الأيام والسنون وتبقى ذكرى هذه الأيام المجيدة من تاريخ شعبنا مضيئة وخالدة في وجداننا. ففي مثل هذه الأيام منذ 4 أعوام أثبت شعبنا العريق مجددا أنه أكثر وعيا مما تصور أعداؤه، وأقوى إرادة مما اعتقد من حاولوا سلب إرادته، وأشد عزما ممن أرادوا به الشر. في مثل هذه الأيام المجيدة انتفض المصريون بأعداد غير مسبوقة، رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، ليسطروا ملحمة وطنية فريدة عمادها الحفاظ على الوطن، أرضه وهويته، استقلاله وحريته، من قوى تصورت أنها قد نجحت في السيطرة على مقدرات هذا الشعب. لقد كانت ثورة 30 من يونيو نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، حيث يثور الشعب ويعلن إرادته واضحة جلية، فتستجيب له مؤسسات دولته الوطنية في مشهد تاريخي لن يمحى من ذاكرة من عايشوه، وسيظل ملهما
لأجيال مقبلة من أبنائنا وبناتنا. أبناء مصر الكرام، سيتوقف المؤرخون والباحثون كثيرا أمام ثورة 30 يونيو بالدراسة والتحليل، واسمحوا لي في هذا السياق أن أتوقف أمام 3 مسارات مضت فيهم الثورة منذ انطلقت عام 2013 وحتى الآن، وهي التصدي للإرهاب ومواجهة القوى الخارجية الداعمة له وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية. كانت بداية المسار الأول للثورة هي رفض الحكم الفاشي الديني ورفض الاستئثار بالسلطة ومواجهة ما يترتب على هذا الرفض من إرهاب وعنف، حيث أعلنت الثورة منذ البداية أن شعب مصر لا يقبل ولن يقبل سطوة أي جماعة أو فئة حتى لو تسترت برداء الدين. وأكد الشعب المصري مجددا حكمته الخالدة بأن الدين لله والوطن للجميع، فرفضت مصر دخول الإرهاب سواء المادي أو المعنوي، وأمر الشعب قواته المسلحة وشرطته بمواجهة الإرهاب والقضاء عليه. والآن وبعد 4 أعوام نشهد جميعا التضحيات الجسام التي يقدمها أبناء المصريين من القوات المسلحة والشرطة، نقف لها إجلالا واحتراما، ونجدد العهد جميعا على المضي في معركتنا الشريفة العادلة حتى النصر بمشيئة الله وتوفيقه. أما المسار الثاني الذي فرضته ثورة 30 يونيو المجيدة، فكان مواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب ولجماعات التطرف، حيث كانت ثورة يونيو إذانا بمواجهة أكبر من مجرد التخلص من حكم جائر فقط، فكانت بداية لاستعادة مصر دورها الإقليمي النشط ومواجهتها للدول التي تسعى في المنطقة خرابا عن طريق تمويل ورعاية الإرهاب وجماعاته، وقيام مصر كذلك بمساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية. واليوم بعد 4 سنوات بات صوت مصر مسموعا، ورؤيتها لإعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط موضعا للتقدير ومحلا للتنفيذ، وظهرت النوايا التي كانت مستترة من بعض الأشقاء وغير الأشقاء على حقيقتها، ووضع كل أمام مسؤولياته، فحياة الشعوب ومقدراتها لا يمكن العبث بها، وستظل مصر على عهدها أمام شعبها وأمام الدول الشقيقة والصديقة قوة تعمل من أجل الاستقرار والأمان والسلام والرخاء. وثالثا، كان المسار الأخير الذي قرره الشعب المصري في ثورته في 30 يونيو هو مسار التنمية بشقيها السياسي والاقتصادي. فعلى الصعيد السياسي قمنا بإعلان وتنفيذ خارطة طريق سياسية تم بمقتضاها استكمال المؤسسات الدستورية للدولة لتستقر الأوضاع السياسية في مصر، ويتم إعلاء الإرادة الشعبية بعد فترة حرجة من عدم الاستقرار الذي لا يمكن في ظله تحقيق أي تقدم أو تنمية. وعلى الصعيد الاقتصادي والتنموي انطلقت المشروعات الكبرى في أرجاء مصر كافة، وتم الشروع في تنفيذ برنامج طموح وجاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف تغيير واقع مصر ومعالجة ما طال أمده من مشكلاتها وأزماتها الاقتصادية. واليوم ورغم أن تغيير واقع الشعوب يحتاج لوقت طويل، إلا أننا يجب أن ننظر بفخر إلى ما حققناه ونحققه كل يوم، فالعين المنصفة لا يمكن لها أن تخطئ الجهود التنموية التي تحدث في مصر، سواء من حيث الإرادة السياسية للإصلاح أو تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي أو تحسين بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على ضخ مزيد من الاستثمارات لتوفير فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
شعب مصر العظيم، لقد أردت أن أجدد العهد معكم بمواصلة العمل ليل نهار لاستكمال المسارات الثلاثة التي نتجت عن ثورة 30 من يونيو. واسمحوا لي في ختام كلمتي أن أوجه التحية لكم، إلى أبنائي وبنات هذه الأرض الطيبة المباركة، تحية إلى الشعب المصري الذي رفض التطرف والإرهاب وأصر على الحفاظ على هوية مصر كما صاغها الزمن على مر القرون، وطنا لجميع أبنائه دون تمييز أو تفرقة، وحصنا منيعا في منطقتنا ضد الفوضى والدمار. وتحية إلى هذا الشعب الذي يتفهم بوعي وحكمة القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها، ويتحمل بشموخ وصبر مشاق الإصلاح الاقتصادي وأعباؤه، ينظر إلى المستقبل بثقة ويعلم علم اليقين أن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أتوجه إليكم جميعا بكل التحية والتقدير والاحترام، وكل عام وأنتم بخير، ومصر العزيزة الغالية في رفعة وتقدم، ودائما تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستقرار مصر تجربة أثبتت أنه يؤثر في استقرار محيطها العربي، ولا يمكن لأي مواطن عربي مخلص إلا أن يسعد باستقرار مصر. هذا الأمر ربما أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش بمناسبة احتفالات مصر بثورة 30 من يونيو، كانت لي تصريحات بهذا الشأن. قال فيها إن مصر أسدلت ستار فصل مظلم في تاريخها بكسر التآمر الخارجي والحزبي من الإخوان وداعميهم. وأكد أنور قرقاش أن ثورة الشعب المصري في 30 من يونيو هي محطة هامة في عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشعبي يبقى هو الرصيد الأكبر. أضاف الوزير الإماراتي أن التآمر الخارجي والحزبي على مصر واللجوء إلى العنف والإرهاب من الإخوان ورفاق طريقهم تم كسره أمام إرادة الشعب، وأشار إلى أن مصر حاليا تواجه تحديات الاستقرار والتنمية بثقة تزيد كل يوم، وللمتآمرين على مصر بصراخهم وعويلهم أنه يزيد هامشية في كل يوم. معي عبر الهاتف السيد سيادة اللواء ركن أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بجدة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. ويعني تاريخ 30 يونيو لأي مدى كان يعني ليس مؤثرا فقط في تاريخ مصر وإنما في المنطقة العربية بأسرها؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه. كنا 30 يونيو مشتركين أو كما سقطت. نعم. أنقذها سيادة اللواء، يعني أستأذنك أن تغير موضعك حتى نستوضح صوتك. الحقيقة أنا طبعا يعني كل نسأل يعني نقول بأن الله عز وجل أنقذ مصر على يد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا بفضل هذه الثورة العظيمة التي غيرت وصححت هذا المسار لمصر الشقيقة. الأمر الثاني بأنه لا شك بأنها لو مصر أصيبت بمشكلة كما أصيبت سوريا أو ليبيا أو غيرها، فإن العالم العربي والشرق الأوسط كله سوف يتأثر، لكن الله عز وجل قيض لها هذه الثورة وقيض لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت النتيجة أن الملك عبد الله ألقى بثقله مع الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، وكانوا دائما يرددون بأنه أهم شيء هو الأمن القومي العربي. وبالفعل الملك عبد الله قال بأن علاقتنا مع أي دولة في العالم تقوم على علاقتها مع مصر،
وطبعا لا شك لا نستطيع أن نهمش دور أيضا الإمارات ودعمها في هذا الوقت. والحقيقة كانت يعني تبينت أمور كثيرة حينما كان الصراع بين طبعا جماعة الثورة وغيرهم، كنا نرى أعلام القاعدة تخفف مع المتظاهرين الذين هم مع الإخوان المسلمين، وكنا نتعجب حتى الذين ألقوا بالصبيان من فوق العمارة في الإسكندرية كانوا يرفعون علم القاعدة. نعم. واستغربنا أيضا كيف أن البلتاجي يقول إذا أوقفتم إذا أخرجتم المرسي فإننا نوقف الإرهاب في سيناء. يعني أمور مدهشة. وكانت أمريكا مصرة على دعم الثورة، دعم هذه الجماعة، لكن حينما تبين لهم ذلك أسقط في أيديهم، لم يكونوا يعلموا بتوزيع الأدوار. وكانت النتيجة الآن يعني بقاياها الآن توابعها، كان من المفترض أن يستلم الإخوان كل الدول العربية أو قيادة الدول العربية بعد الربيع العربي، وكانت هذه سياسة أوباما، وكان على أساس أن تكون تركيا هي الدولة المسيطرة في الشرق الأوسط وهي النموذج العلماني بنفس الإسلام، وكانت قطر طبعا مزمع أن تكون هي زعيمة الأمة العربية، لكن أسقط في يدهم ذلك. وبدأت الآن تتكشف الأوراق بعد أن جاء الرئيس ترامب للرئاسة الأمريكية. وأيضا الدعم العربي بما أنك ذكرته، يعني في البداية سواء دعم المملكة العربية السعودية أو دعم الإمارات، قيمة الوحدة العربية الآن في مواجهة الإرهاب وصولا إلى القطيعة العربية والخليجية لقطر. القطيعة العربية والقطيعة الخليجية هي لقطر هي الأساس لإعادة ترتيب البيت العربي، والبيت العربي لابد أن يرتب من جديد، وأن لا يكون هناك إرهاب ولا يكون هناك فتن، ولأن لا تكون هناك حروب أهلية، لأن سئمنا من هذه الحروب وآن لنا الأوان أن نعيد الاستقرار في المنطقة العربية وفي الدول العربية. خسر العالم وخسر الشرق الأوسط والعالم كله حينما غابت القومية العربية لفترة وجيزة. كانت النتيجة أن العراق سقطت في أيدي الإيرانيين وغيرهم، فإذا لابد أن يعاد مفهوم القومية العربية ليس بأصل عرقي وإنما أصل ثقافي، حتى يشارك فيه الأكراد ويشارك فيه الأمازيغ ويشارك فيه طبعا الجنوبيين في اليمن وفي في السودان وغيرها، لأننا نحن في حاجة إلى تأصيل الأمة العربية التي قادت العالم الإسلامي بالفتوحات والتقدم. نعم، أشكرك جزيلا سيادة اللواء ركن أنور ماجد عشقي، رئيس مركز الدراسات أو مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجدة. وبمناسبة هذه الاحتفالات، نظم حزب مستقبل وطن احتفالية اليوم أمام قصر عابدين بوسط القاهرة باعتباره أحد الأحزاب التي أنشئت بعد ثورة 30 من يونيو، وحصل على ثاني أكبر كتلة برلمانية داخل أول مجلس نواب منتخب عقب الثورة بمشاركة بعض المواطنين وعدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين وقيادات الحزب. في كلماته قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل الوطن إن ثورة 30 من يونيو كانت وستظل ملكا للشعب المصري بأكمله وليست حكرا على أحد، موجها الشكر لكافة المشاركين في الاحتفالية وخصوصا جمعية من أجل مصر، وشدد على أن القرارات الاقتصادية التي صدرت بالأمس ستؤثر بالطبع على المصريين قائلا إن الدواء لم يكن يوما معسولا، وشدد على أن بناء الأوطان لا يأتي بالكلمات ولا بالنوايا ولكن يأتي بالعمل والأخلاق، مجددا دعم الحزب الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي. معي عبر الهاتف الشيخ يوسف العميري، مؤسس خليجيون يحبون مصر وأيضا رئيس مؤسسة بيت الكويت العربي. أهلا بك شيخ يوسف العميري. أهلا، مساء الخير، وكل سنة وأنتم طيبين وللمستمعين والمشاهدين. اهلا بك، كل عام وانت بخير. ويعني هذا اليوم ما الذي يمثله بالنسبه للامه العربيه في رايك؟
حقيقة هذا اليوم يعني يوم مشهود، وخاصة أنا يعني شهادتي في مجروحة، حيث أنا هذا اليوم 30 يونيو كنت مشاركا مع إخواني وأهلي في مصر في هذا اليوم التاريخي، وهذا يوم انتصار كبير لإرادة المصريين، إرادة الشعب المصري ضد الإرهاب وضد مجموعة كادت أن تخطف هذا البلد. وهذا الاختطاف ما كان بس لجمهورية مصر العربية، كاد أن يؤدي إلى اختطاف الوطن العربي بأكمله، ولكن انتفاضة الشعب المصري وانتفاضة المصريين رجعت الأمور إلى نصابها الطبيعي، وباعتقادي يوم مشهود بكل يعني فرحته وانتصاراته. نعم، طيب هذه الانتصارات في رأيك يعني كيف يمكن الحفاظ عليها عربيا، الحفاظ على نتائجها؟ نتحدث عن قيمة الدعم وقيمة الوحدة العربية في مرحلة تواجه فيها الأمة العربية خطر الإرهاب بل العالم بأسره. مع الأسف الشديد نحن نمر كأمة عربية بظروف صعبة جدا وفي تفكك كبير جدا، وياما مصر نادت كثيرا وعانت كثيرا من الإرهاب، ويعني قليل من كان يعني يؤمن بأن مصر قاعدة تحارب الإرهاب، ليس فقط عن مصر بل هي كانت تحارب الإرهاب عن الأمة العربية أجمع. فالحفاظ على ثورة 30 يونيو المجيدة التي أرجعت إلى الشعب المصري حقوقه الوطنية هو بتكاتف الوطن العربي وبذل مجهود كبير من كل الدول العربية لمكافحة الإرهاب الذي هو بيدمر ويحيط في كل الوطن العربي. يعني الآن ليس هنالك بلدا عربيا في مأمن من هذا الإرهاب، فبتكاتفهم وفي وحدتهم باعتقادي يستطيعون أن يواجهوا هذا الإرهاب الأسود، وخاصة وأن جمهورية مصر العربية قد دعت باتحاد عربي للقوات العربية المشتركة الذي يعني مع الأسف الشديد كثير من الدول العربية تخاذلت لاتخاذ قرار في مثل هذا القرار المهم بأن يكون هنالك جيشا عربيا قويا يستطيع أن يواجه الإرهاب بكل أشكاله. نعم، هي مبادرة بالفعل كانت من مصر ولقت الكثير من التحديات، هل تتغير الصورة في رأيك يعني بعد المقاطعة العربية لقطر، خاصة وأنه متوقع المزيد من الخطوات للضغط على قطر لوقف تمويلها للإرهاب؟ نحن نتمنى يعني نتمنى كلنا نتمنى وخاصة نحن أبناء الخليج نتمنى أن نرى قطر في أحضان دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك في أحضان الوطن الكبير وهو الأمة العربية. إحنا نتمنى أن يعني تسود العلاقة الطيبة والابتعاد عن الإرهاب وتمويل الإرهاب في كل الوطن العربي، وأن نرى قطر دولة خليجية عربية مهمة موجودة في وطننا العربي وفي خليجنا. هذا الذي يتمناه كل مواطن خليجي وكل مواطن عربي من قطر، أن تعود إلى حضن الوطن وحضن مجلس التعاون الخليجي. نعم، أشكرك شيخ يوسف العميري مؤسس خليجيون يحبون مصر ورئيس مؤسسة بيت الكويت العربي. في أعقاب خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 من يونيو، رحب الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة وطن بخطاب الرئيس، والذي أشاد فيه بالثورة العظيمة التي قام بها شعب مصر بشكل أبهر الجميع، حيث كانت أكبر حشد شعبي في التاريخ لدعم مؤسسات الدولة ومطالب الشعب في رفض حكم الإخوان الفاشي، وأكد خلاله أن شعب مصر لم ولن يقبل بسطوة أي جماعة حتى لو تسترت بعباءة الدين. كذلك شرح الرئيس للمسارات الثلاثة التي تنفذ لمواجهة القوى الخارجية الداعمة للإرهاب. بيان حزب حماة وطن أشاد بما تحقق من استكمال لمؤسسات الدولة وإجراءات الإصلاح الاقتصادي
أوضح أن خطاب الرئيس أكد أن ثورة 30 من يونيو ما زالت مستمرة مع حرص الرئيس على استكمال مساراتها وتحقيق أهدافها، خاصة المعركة مع الإرهاب التي هي معركة أساسية ورئيسية، والجيش والشرطة ما زالا على العهد فيها لتقديم التضحيات لتحقيق مطالب الأمن القومية. وأكد الهريدي أهمية الاصطفاف خلف مؤسسة الرئاسة وتنحية الخلافات والمصالح الضيقة ولم شمل شركاء 30 من يونيو لتحقيق الأهداف لمصرنا الغالية، مجددا الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعيدا عن أخبار الاحتفالات بثورة 30 من يونيو، قام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بزيارة ميدانية مساء اليوم للصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي للوقوف على الاستعدادات النهائية لمونديال كأس العالم للشباب لكرة السلة تحت 19 عاما، والذي ينطلق في الغد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. معنا الوزير على كافة الاستعدادات الخاصة بالبطولة فيما يخص دخول الجماهير للمباريات وحفل الافتتاح المقرر له مساء غد قبل لقاء منتخبي مصر وبورتوريكو، إضافة إلى جاهزية المركز الإعلامي وكل أفراد اللجنة المنظمة للبطولة للخروج بها في أفضل صورة. كما شهد الوزير تدريبات عدد من الفرق المشاركة بالمونديال والتي أقيمت اليوم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة استعدادا لفعاليات البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من الأول وحتى 9 يوليو. ودعا وزير الرياضة الجماهير المصرية لحضور مباريات البطولة ومؤازرة المنتخب الوطني وتشجيعه لتحقيق الفوز. والآن مع موجز 11 مساء مع أشرف عبد العاطي. في هذا التاريخ في 30 من يونيو لابد أن نتذكر، لم يكن أكثر المتفائلين متوقعا ما حدث في تاريخ 30 من يونيو، لم يكن توقع صمود مصر أمام شبح انهيار الدولة، الجماعة التي قفزت إلى الحكم وكسرت كل القوانين واستمرت لمدة عام في السيطرة على كل مؤسسات الدولة، حالة من التهميش المتعمد للشعب لدرجة أوصلت الرئيس آنذاك المعزول محمد مرسي إلى التحدث بشكل مباشر إلى جماعته وفصيلته دون بقية الانتماءات. كشف الإرهاب القبيح عن وجهه دون ستار، وأصبح حجم الضغط على المصريين كافيا لكي يحدث الانفجار. في 30 من يونيو من عام 2013 وقع ما لم يكن بالحسبان، خرجت الملايين إلى الشوارع والميادين معلنة تبرئتها من الجماعة ومن مرشدها، واستدعى الشعب جيشه لصد أعمال التطرف والانتقام. وباستجابة الجيش بدأت مصر مرحلة جديدة من النور بعد التهديد بعهد من الظلام. طبعا عندما نتذكر هذا اليوم لابد أن نتذكر كل ما تبعه، سواء من اعتصامات مسلحة في ميدان ربيعة العدوية أو في ميدان النهضة، وكل التهديدات التي جاءت مباشرة إذا لم يعني يعود الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم ستستمر التفجيرات وأعمال العنف في سيناء. وبالفعل إرادة المصريين وقتها تغلبت، ولكن استمر الإرهاب واستمر الشعب المصري في مواجهته، واستمر الجيش والشرطة حتى وقتنا هذا يواجه الإرهاب بكل عزيمة وبكل صمود من أجل تحقيق استقرار هذا الوطن. كل ذلك لابد أن نتذكره اليوم في ذكرى الرابعة لثورة 30 من يونيو. معي في هذا الحوار الذي نلقي فيه الضوء على هذا التاريخ، لو لم يكن حدث ما الذي يمكن كان أن تواجهه مصر، وما هي التبعات، وإلى أي مدى غير هذا التاريخ مسار مصر ووجودها على الساحة الإقليمية والدولية. معي في هذا الحوار الأستاذ أحمد ناجي قمح رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أستاذ إيمان إزاي حضرتك؟ أهلا بك، كل عام وأنت بخير وكلنا بخير يا رب إن شاء الله. ما الذي يعني تتوقف عنده وتتذكره في هذا التاريخ؟ لازم نقف عند خبرتنا من
منذ وصول الإخوان إلى مقاعد مجلس الشعب والشورى في الانتخابات اللي جرت في 2011 و2012، والآلية اللي ابتدوا بيها يسيطروا على مقدرات الدولة في الداخل، وإزاي ابتدوا يتمكنوا من مفاصل الدولة ويحاولوا إن هم ينتشروا في قلب كل مؤسسات الدولة وينشروا أتبعهم في كل الوظائف، سواء في المؤسسات الكبيرة وحتى المؤسسات السيادية وحتى على مستوى الإعلام والصحافة، وإزاي كانوا بيحاولوا إن هم يخلقوا ليهم قواعد مختلفة. حتى الوزارات كانت فيها كمية تعيينات غير عادية من المحبين والطبقة اللي هي متعاطفة معاهم. نقابات أيضا والنقابات كانوا مسيطرين، لا كانوا مسيطرين عليها حتى من فترة سابقة. النقابات ليهم تاريخ طويل في العمل في داخل النقابات وفي السيطرة على مقاعد مجالس النقابات، لكن هم كانت الفرصة فرصة التمكين. هم بدأوا فرصة التمكين. أحد أحلام مهندس التنظيم خيرت الشاطر مع انتخابات مجلس الشعب والشورى، وتوجت بوصول المعزول محمد مرسي إلى الحكم في 2012. اللي لازم نقف عنده إزاي حاولوا يغيروا طبيعة الهوية والانتماء الوطني للمواطن المصري، وإزاي ده كان بيتم بصورة متواترة وسريعة وتحت ضغوط شديدة جدا. لازم نتذكر ان احالوا ايام اللي كان فيها المصريين بينعموا فيها بالاستقرار الى جمعة دموية، جمعة دائما ما تشهد دعوات الى التظاهر وعدم الاستقرار في الداخل المصري. لازم نشوف ازاي ابتدوا يتعاملوا مع الشعب المصري، مع بدء ادراك الشعب المصري الى خطأه. الشعب اخطأ، الشعب حاول ان يتدارك الخطأ. انطلقت المظاهرات من اغسطس، اول تظاهرة خرجت في اغسطس 2012، تعالت الاصوات في نوفمبر 2012، وبالمناسبة في نوفمبر 2012 المظاهرات وصلت قدام قصر الاتحادية وكادت ان تقتحم قصر الاتحادية لولا قادة كبار مما يسمى بجبهة الانقاذ تدخلوا وطلبوا الجماهير المحتشدة بان هي تمتثل وان هناك اليات اخرى للتعامل مع التنظيم. الليلة دي كانت مؤشر كبير جدا على اللي هيحصل في 30 يونيو. يعني الليلة دي كانت مؤشر مسار الشارع بالنسبة للحشد اللي كان موجود وقتها. مسار الشارع بيبتعد عن طرفين، بيبتعد عن قادة جبهة الإنقاذ وبيبتعد عن جماعة الإخوان. الأطراف الثلاثة كان كل واحد فيهم في وادي. وأنا يعني أتذكر مشهد رئيس المعزول محمد مرسي عندما خرج في سيارته من قصر الاتحادية، ده كان مشهد من المشاهد كمان المؤثرة واللي كانت بتعطي إشارة قوية أن الشعب يعني كلمته هي اللي هتكون هي النهاية، هي نقطة النهاية. وخلينا نقف بعد كده على يعني مش الأزمات الداخلية بس، خلينا نقف إن هم إزاي حاولوا يتعاملوا مع المؤسسة العسكرية، وخلينا نقف ونتذكر كلمات اللي هي كان فيها الترحم على القتلى والقاتلين أو الشهداء ومن قام بجريمة، والخاطفين والمخطوفين. والخاطفين والمخطوفين عبارات عديدة متضاربة كلها في بعض، مش قادرة تقفي على حيط هم بيفكروا ازاي. خلينا نقف على ازاي يتعاملوا مع المؤسسة العسكرية وحاولوا ان هم يستهينوا بيها. ويوم عزل المشير طنطاوي اتصور انه كان يوم شديد القسوة على كل الجيش المصري. ازاي ان هم حاولوا ان هم في تصورهم، ومصريين يرجعوا ويفتكروا الكلام ده، ازاي هم حاولوا يتصوروا ان هم بيخلقوا نخبه جديده تكون تتمتع بالولاء ليهم. كانوا متوسمين ده في الفريق عبد الفتاح السيسي في هذا التوقيت، ويمكن كل الاحاديث اللي صدرت من اول المعزول محمد مرسي الى كل قاده الجماعه في هذا التوقيت تشير الى النصر العظيم والى البشاره العظيمه بان هم ولوا حد وحاولوا يصدروا ده للشعب، يعني يخلوا الراي العام يقتنع ان المؤسسه العسكريه اصبحت جزءا منهم، وهو امر غير صحيح. صحيح، وكان في استغلال لهذا الامر من خلال بث اشاعات حول انتماءات الرئيس عبد الفتاح السيسي وعائلته. بالظبط. الى طير الاخوان. بالظبط، فكل ده كانت محاوله للضغط على الراي العام الداخلي. خلينا كمان نقف عند ازاي اتعاملوا مع المؤسسات الاعلاميه، مع الذراع الاعلامي للدوله ومحاوله تاميمه
لمصلحتهم ولمصلحة التيار الموالي ليهم. في تحدي سافر للتوجهات المتوسطة أو التوجهات الوسطية بتاعة العاملين في الإعلام المصري. خلينا نقف عند اتصالاتهم المريبة بدولة قطر بدءا من الهروب يوم 27 يناير أو 28 أو 29 يناير من السجن وادي النطرون، نهاية بأن الجزيرة كانت هي القناة الرسمية لبث كل ما يتعلق بهذه الجماعة وبالمعزول محمد مرسي وهو في قصر الاتحادية. خلينا نقف على الانتهاكات البروتوكولية في الداخل، احنا كل ده بنتكلم على في الداخل، نقف عند المشاهد وتحويل فكرة قصر الاتحادية إلى مزار لقادة التنظيمات الإرهابية وقادة التيارات الإسلامية اللي كلها طالعة من تحت عباءة الإخوان، وإزاي كان القصر بيتحول لحظة في لحظة إلى مثابة خيمة عرب يعني بيتم الالتقاء فيها لتناول الطعام ميلا. على المستوى الخارجي خلينا نشوف إشارات سريعة، الصورة البروتوكولية، الصورة البروتوكولية لرئيس جمهورية مصر العربية وهي في أدنى لحظاتها في تعاملاته مع رؤساء الدول الأخرى، في تعاملاته مع الاجتماعات اللي كانت بتجمعه بقادة الزعماء والدول الكبرى في العالم. خلينا نقف عند اللقاءات اللي كانت بتتم وكان بيلقى فيها عبارات من مثل نفس العبارات اللي كانت بتلقى في الداخل المصري، واشهرها طبعا البنزين والكحول دونت ميكس، فكانت في حاجه في المانيا يعني حتى التعبير عن الدوله المصريه، صوره رئيس جمهوريه مصر العربيه كانت صوره بيتم اختزالها ويتم السخريه منها ويتم التقليل من حجم الدوله المصريه. بس يعني هل نقدر نقول ان هي دي الامور اللي قادت الشعب الى الانفجار؟ بنكمل، خلينا نقف عند حاجه كمان والمهمه جدا، علاقه مصر بالاطار بتاعها، الاطر السياسه الخارجيه المصريه. الاطار العربي انت لاول مره بتلاقي ان هذه الجماعه تريد ان تفرض رؤيتها، ونفتكر كلنا الاجتماع اللي تم او الدعوه اللي تمت من الجماعه ومن المعزول محمد مرسي في الاجتماع اللي اتعمل في الصاله المغطاه في استاد القاهره، واللي هو فيه طلب من القوات المسلحه ان ترسل عددا من الافراد للاشتراك في تدريب الجماعات التي تناهض النظام السوري، وده خروج تماما على مفاهيم الامن القومي المصري وعدم ادراك ان الباب الشرقي للدوله المصريه ما يتعلق بسوريا ما يتعلق بالعراق، انهيار دولتين بهذا الحجم قدام هذه الجماعات هو مهدد رئيسي للامن القومي المصري. خلينا نشوف اكتر اللقاء ده اللي كان في الاستاد وفي القاعه المغطاه في الصاله المغطاه، واللي كان سبقه احتفالات اكتوبر، واللي حضرها من قاموا باغتيال الرئيس محمد انور السادات. ده كان شيء يعني اثار حفيظه الشعب المصري كله، يعني كانوا كانه يرى وجه اخر للاحتفالات بذكرى النصر غير يعني تماما الموجوده في ذهنه طوال تاريخ مصر. حطي كل ده على بعضه يا استاذ ايمان، وحطي كل ده جنب بعضه، وترهني على الوعي الشعبي اللي استفاق على الخطا اللي ارتكبوا في حق نفسه باختيار مثل هذه الجماعة اللي كان بيتوسم فيها الخير وكان بيتوسم فيها الأمل، ولغاية آخر وقت وفقا للتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي إن كانت اتصالات على أعلى مستوى بتتم من أجل الحفاظ على الدولة المصرية وتجنب إن تدخل الدولة المصرية منزلق محدش عارف آخرته هتكون إيه. لكن كان في إصرار شديد جدا من هذه الجماعة على الاستئثار وعلى الاستقواء بالخارج. خلينا نفتكر برضو ونفكر المصريين ان الجماعة كانت تحكم بأوامر تصدر من السفارة الأمريكية، وكانت السفيرة الأمريكية في هذا التوقيت هي من تدير أو هي من تهيمن على مقاليد الأمور ومقاليد الحكم، وهي اللي أطلقت تحذيرات بالمناسبة للقوات المسلحة قبل 30 يونيو بعدم التدخل، وهي اللي طلبت جماهير الشارع المصري بعدم الخروج على الشرعية والالتزام بمعايير الديمقراطية في ظاهرة غريبة جدا. يعني إذا كنتوا أنتم المعايير المختلة، أنتوا في لحظة من اللحظات بتدعموا الثورات وبتدعموا الحريات وبتدعموا مطالب الشعوب في التخلص من أنظمة أنتم بتوصفوها أن هي أنظمة لا تتوافق ومعايير حقوق الإنسان ومعايير الديمقراطية، وعندما يأتي شعب المؤشرات اللي فاتت دي كلها محطوطة جنب بعض بتقول أن 30 يونيو هيبقى في تحرك، لأن لا في حريات، في تهديدات،
قطاعات كثير طالها الأذى بسبب هذه الجماعة، حجم العمل وحجم الإنتاج في الدولة المصرية تراجع كثيرا، مشاكل على كافة المستويات وعدم توافر سلع وحاجات أساسية. عدم التوافر حاجة وارتفاع ثمن السلع والحاجات الأساسية حاجة تانية. عدم التوافر يخلق أزمات حقيقية لما السلع تختفي في مشكلة كبيرة. احنا شفنا في أزمات البنزين والخدمات في الكهرباء. يعني شفنا نماذج كانت بتمثل عامل من عوامل الضغط على معامل الأمان جوه المواطن المصري. فالعوامل دي كلها اتحطت جنب بعضها وكانت مؤشر بتقول أن هذا الشعب يتجه إلى الانفجار، يتجه إلى الخروج على هذا النظام الديني الفاشي اللي حاول أنه يختطف هذه الدولة ويغير من ملامح هويتها الوطنية ويغير من طبيعة هذا الشعب الوسطي ويحولهم جميعا إلى نفس القالب المصمت اللي هم طالعين منه، القالب المتشدد التكفيري القطبي اللي بيتحدث بلغة التكفير تجاه كل من يخالفه في التوجه. طيب حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا وهي أنه الولايات المتحدة الأمريكية وقتها كانت تدعم الإخوان، ومع ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان. يعني أكيد ما حدث في 30 من يونيو لم يكن متوقعا، ثورة سلمية بكل المقاييس، ثورة شعبية حقيقية، كل فئات الشعب المصري وكل طبقات الشعب المصري توحدت كلمتها أنها تريد إزالة حكم الإخوان لأنها ترى أنها ستقود مصر إلى عهد من الظلام، تبعد مصر عن هويتها. ده يعني بتعتبر نجاحه اعتمد على إيه؟ مقومات نجاح يعني هذه الثورة؟ وعي الشعب. وعي الشعب هو كان الرهان في هذه العملية. وعي الشعب اللي قدر يستوعب سريعا ببساطة عقلية المواطن المصري إيه اللي بيحصل في المنطقة اللي حواليه، هو رايح فين وفقا لمجريات الأمور على أرض الواقع. ما تنسيش كان في مؤتمر كارثي اللي كان بيتم فيه النقاش حول سد النهضة، ده من المؤتمرات برضو اللي خلت المواطن يشعر بالقلق. هل هؤلاء هم الذين يديرون ملف السياسة الخارجية المصرية، يناقشون أمرا يتعلق بمسألة غاية في الحيوية على الهواء؟ ونهيك بقى عن الأطروحات اللي طرحت في هذا الاجتماع اللي كانت في معظمها أطروحات خيالية أو غير واقعية، بل بالعكس تستعدي وتثير العداء. ما يعني في آليات أخرى للتفاوض في لحظات الأزمات، مش من مصلحتنا أن المباراة كانت تصل إلى هذا الحد الصفري اللي يتم فيه التهديد والطيارات تطلع تضرب ومعرفش صواريخ متخفية في إيه. كلام غريب جدا كان بيتقال في قلب هذا الاجتماع، وده برضو كان من الأمور المضحكة أن يتم بس مثل هذا الاجتماع على الهواء مباشرة. طبعا الرعاية الأمريكية كانت متواجدة، وده كان جاي في إطار المشروع اللي كان مطروح في هذا التوقيت بتوافق أمريكي بريطاني مدعوم من دول للجوار الوطن العربي، تركيا وإيران وللأسف الدولة القطرية. كل دي الغطاء اللي كان بتتحرك من وراء الولايات المتحدة الأمريكية وبتدعم الدول المطلعة معها فيه أن هي يتم تنفيذه على أرض الواقع. اللي حصل في 30 يونيو وعي الشعب، وعي الشعب بكل اللي بيحصل حواليه، ده إدراكه بالتهديدات والمهددات على هويته، على هوية دولته، على بقاء دولته واستمرارها. ده العامل اللي للأسف أو لحسن الحظ أو لحسن الطالع أن لم يتم وضعه في الحسبان. ما تم وضعه في الحسبان وفقا للتصور اللي كان مطروح أن هيتم السيطرة على توجهات هذا الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مواقع إلكترونية تقوم بدعم هذا التنظيم وتقوم بإحباط المواطن وعدم قدرته على الخروج على هذا التابو الإخواني. وخلي بال حضرتك الفترة دي تلازمت مع اعتصام، بدء الترتيب لاعتصام رابعة اللي ابتدى من 21 يونيو. من 21 يونيو هم متواجدين في رابعة والنهضة. كل دي مظاهر كانوا بيأملوا من وراها انه يتم تهديد الشعب وترهيبه عشان ما ينزلش 30 يونيو. احنا مش عايزين ننسى كمان استمارات تمرد، بما اننا بنتكلم عن يعني امور لم يسبق لها ان احنا شفناها في اي دولة، بداية تحركات الشعب عن طريق توقيع استمارات تمرد. ما هو دي يا فندم الامور اللي هم ما حطوهاش في الحسبان وكانوا بيستهينوا بيها وكانوا بيتعاملوا بيها بدرجه من التبسيط الشديد جدا. هم تصوروا انه لن يمكن تكرار تجربه 25 يناير بصوره
إلا وفقا لما كانوا قد رتبوا له. يعني رتبوا له بطريقة بحيث أن توصل في لحظة من اللحظات هذه الجماعة أن تسيطر على مطالب مشروعة لشعب يطالب بالتغيير وبحقوق هو مفتقدها على مدى سنوات طويلة. والحقوق في معظمها تبحث عن مصر جديدة، تبحث عن مصر أفضل، تبحث عن مصر أكثر رفاهية وأكثر مراعاة لصالح أفرادها ولصالح مستقبلها. إعادة بناء مصر اللي حصل، كان الشعب المصري يبحث عن كيفية إعادة بناء مصر، واللي تم وفقا لآليات معينة ووفقا لتدريبات معينة ووفقا لتكتيكات معينة ووفقا لاستخدام آليات إعلامية ما كانتش متوفرة ل 30 يونيو. خلي بال حضرتك 30 يونيو لما قامت، الدعم والزخم الإعلامي المصاحب ليها أقل بكثير جدا من الدعم والزخم اللي كان متوافر في 25 يناير. أنت كنت بتتكلمي على إعلام مصري، سواء في حتى إعلام ماسبيرو كان إعلام لغاية 30 يونيو ما بيحاولش كتير ان هو يخرج عن السياق، وده كان بحكم كان في محاولات. يعني احنا كنا شاهدين على هذه المحاولات، ان احنا على الاقل كنا بنبقى حريصين ان احنا نجيب الرأي الاخر. بالضبط، انما اللي بتكلم عليه انك انت اللي تم في 25 يناير ما كانش فيه رأي اخر، كان في فلو معين، في حشو، في اتجاه معين هو اللي بيتم تعبئة الرأي العام بيه. احنا بنبقى حريصين على المهنية، الطرف الثاني ما كانش حريص على المهنية. صحيح. فانت حتى في الفرصه اللي كانت متاحه بالنسبه لك، فرصه الاعلام في هذا التوقيت، ما كانش متاح ان هو يبقى في ظهر الدوله بهذه الصوره الكافيه اللي تمكن انك حتى تقفي على ملامح ل 30 يونيو انها هتحصل. كان في قلق ان 30 يونيو ما تحصلش. حتى في قلب التيار المؤمن، يعني حضرتك بتقولي ما كانش حد متوقع، ان لا ما كانش حد متوقع فعلا هذا الحجم من البشر. طب ان يكون متواجد واحده من مقومات النجاح دعم الجيش، عشان يعني افراد من الشعب المصري، النساء واطفال ويعني عائلات، تخرج ويكون عندها طمانينه انها لن تتعرض لاي اذى. ده ما كانش هيحصل لولا دعم الجيش لهذه الثوره. هو استجاب الجيش لمطالب 30 يونيو. يعني لو نفتكر كلنا مظاهر 30 يونيو، لم يكن هناك تواجد للقوات المسلحه المصريه في الشوارع خالص الا على حدود التأمين المحافظات، انما ما فيش تواجد للقوات المسلحه في الشارع. انما مطالب الشعب اللي استمرت في الشارع من 30 يونيو ل 3/7 هي اللي استجابت ليها القوه المسلحه والقوه الوطنيه في المجتمع المصري، في اجتماع طبعا الاجتماع الاشهر اللي عقد يوم 3 يوليو واللي صدر عنه بيان 3 يوليو اللي انا بعتبره هو بيان دوله مصر الحديثه، بيان دوله 3 يوليو، الدوله التي تعبر عن هذه الثوره العظيمه، ثوره 30 يونيو. ثوره 30 يونيو عملت امرين في غايه الاهميه، عملت الجلاء فعلا من هذا الاحتلال الاخواني، وادت لمصر الفرصه ان هي تعمل استقلال لاراده قرارها الوطني، انها تمسك تاني بزمام الامور في استقلال قرارها الوطني، وده على جميع المسارات. وده مكن الدولة المصرية سريعا، لما بنتكلم على مقاومات قوة الدولة، يعني انك انت المقاوم الاول مقاوم عسكري، مقاوم اقتصادي، مقاوم اجتماعي، مقاوم القوى الناعمة اللي هو متعلق بالاعلام والثقافة والى اخره، مقاوم المجتمعي وازاي في تلاحم بين الافراد الشعب. الموضوع ده هو اللي ساعد كتير جدا ان الدولة المصرية تقدر تملك قرارها، قدرت ان هي تعمل علاقات متوازنة مع كافة الدول اللي كان بينها وبينها مشاكل كبيرة جدا، بما فيها الدولة الاثيوبية حتى هذه اللحظة في محاولة لاستيعابها وانك ترجعيها تاني الى الطريق السليم للتفاوض عبر اليات منطقية واليات علمية تحترم حقوق جميع الاطراف، سواء حقوق اطراف المنبع او حقوق اطراف المصب في مياه نهر النيل، انك ترجعي تعملي علاقات متوازنة مرة تانية مع كافة دوائر العالم وكافة دول العالم ومع كافة المنظمات اللي كانت الدولة المصرية ابتدت تتقطع علاقاتها بيها وابتدت تستبعد من ان هي تكون متواجدة في قلب هذه المنظمات. قدرتي في سريعا جدا بجهد دبلوماسي عالي الجودة للخارجية المصرية انك انت تتمكني من حصد تأييد ودعم دول كثيرة في العالم، اجهضت محاولات التنظيم الدولي والقوى الداعمة له على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي من إجهاض فكرة 30 يونيو وتشبيهها بأنها انقلاب عسكري. فقدرتي تتحركي على مسارات متوازنة بعديها، قدرتي تعملي علاقاتك مع كافة دول العالم على أساس المصالح المشتركة.
وده يعني انه يحصل في وقت قصير ده يحسب يعني للقياده المصريه انها تقدر يعني تزيل فكره الانقلاب العسكري من الدول التي ارادت ان تصدر هذه الصوره. وحققت نجاحات على هذه الجماعه وحققت نجاحات على مستوى المنظمات الدوليه وافشل واجهضت محاولات تشبيه ال 30 يونيو بانها انقلاب عسكري واجهضت محاولاتهم لاستخدام رابعه كمظلمه تاريخيه تاني يحاولوا ان هم يستخدموها كبكائية للاستمرار في التباكي حواليها. بالعكس انت الدوله المصريه ابتدت تتعامل كدوله كبيره. من 30 يونيو ثبت ان هذه الدوله لا تدار من فراغ، هذه الدوله لديها مؤسسات، حتى لو كان في لحظه من اللحظات تصورنا ان هذه المؤسسات قد انهارت او هي غير متواجده، لكن هذه المؤسسات كانت موجوده، كانت تعمل بفاعليه، كانت تجتهد، كانت تستعد وتضع السيناريوهات البديله لكي تحمي الامن القومي لهذه الدوله. والمؤسسات دي لم تتدخل الا في التوقيت المناسب بما يراعي مطالب الشعب المصري اللي خرج للشارع. يعني ما كانش هتقدر القوات المسلحه ان تتدخل وتتبنى مطالب لولا هذه الحشود التي تواجدت في الميادين اللي فعلا اعلنت ان الشرعيه اللي قررها المعزول مرسي 52 ولا 59 مره تقريبا في الخطاب الشهير بتاعه يوم 2 يوليو امر مفروغ منه، وان الشرعيه مش معاه، الشرعيه في الشارع ترفضه. وده كان تعبير على فكره مش بس لفظ المعزول محمد مرسي، ولكن لفظ هذه الجماعه برمتها اللي حاولت ان تختطف الوطن وان تذهب به بعيدا في غير مسارات تحقق صالح المواطن وصالح هذا الوطن. طيب مسارات ثوره 30 من يونيو كما اوضحها الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا هو تصدي القوى الظلام والارهاب. حتى يومنا هذا يعني قوات الجيش والشرطه تدفع ثمن ذلك، وبنشوف يعني كم الشهداء اللي سقطوا ما زالوا يتساقطون في مواجهه هذه القوى الظلاميه لكي تعاقب الشعب المصري يعني تفشي الارهاب. هذا الصمود يعني في هذا اليوم ازاي ممكن يعني نوصله للناس؟ لانه هي رسالة عظيمة في التضحية قلما تتكرر، انه اشخاص يذهبون الى سيناء واسرهم رغم يعني انهم عارفين ويلات انه ممكن ابنائهم يروحوا ضحايا يعني تواجدهم، الا انهم يعني لا يعبؤون بذلك. وشفنا نماذج كثيرة الامهات يعني بيكون عندها ابن واثنين، لما ابن بيستشهد نلاقي الابن الثاني موجود في خدمته في سيناء. هذه الرسالة يعني أكيد هي رسالة عظيمة جدا، ممكن يعني تخلي ضغوط الحياة ويعني مجرد يعني مشاغلنا الداخلية تلهينا عنها أو تنسيها لنا؟ مواجهة الإرهاب لما اتكلم عنها سيادة الرئيس النهاردة هي ابتدت مع مطالبته لما طلب التفويض من الشعب المصري، الشعب المصري نزل قدم التفويض ده في 26 يوليو للرئيس لمواجهة الإرهاب. وعندما كان يتحدث الرئيس عن مواجهة الإرهاب هو كان يعرف جيدا أن الثمن سيكون باهظا، وأن القضاء على الإرهاب مش هيكون في يوم وليلة، لأن هو أكيد عنده الكم من المعلومات الكافي. وهنا لازم الناس كلها تفكر خلفية هذا الرجل والجهاز اللي كان بيتولى رئاسته قبل أن يصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا للجمهورية، وإزاي المعلومات دي هو متأكد تماما من هذا العدد غير المحدود اللي تم إدخاله في جمهورية مصر العربية، منهم العائدون من أفغانستان اللي رجعوا لنا، ومنهم التنظيمات المسلحة والتنظيمات الحمسوية اللي كانت ابتدت ترتع في سيناء، وغير التجنيد الواسع لقطاع من الشباب اللي آمن أو اللي أصبح محب أو متعاون أو إلى آخره مع هذا التنظيم الإرهابي. كل المعلومات دي مش خافية، وكل المعلومات دي مؤكدة، وكل المعلومات دي معروف تمنها. لكن الإنجاز الحقيقي اللي لازم احنا نحسبه، احنا مش بنواجه الإرهاب في سيناء بس، انت بتواجه إرهاب من حدودك البرية مفتوحة، حدودك البرية سواء مع حماس سواء فلسطين يعني سواء مع السودان سواء مع ليبيا، وآخرها العملية اللي احنا شفناها من يومين اللي تم من خلالها استهداف
رتل من العربيات اللي كانت بتحاول أن تدخل الأراضي المصرية محملة بالإرهابيين ومحملة بالسلاح وبالصواريخ، وتم استهدافها بالقوات الجوية المصرية وإبادة الرتل ده بالكامل. طيب لما احنا بنتكلم على ده، احنا بنتكلم على عملية متكاملة بتتصدى فيها قوات الجيش، القوات المسلحة، وتتصدى فيها قوات الشرطة المدنية لكل ما يمكن أن يعني يمثل تهديدا لأمن المواطن، تحقيقا لفكرة أن الأمن والاستقرار هما أهم حاجتين بيبحث عنهم المواطن، وتحقيقا برضو الفكرة أنه مفيش استثمار هيجي في بلد بتعاني من الإرهاب أو العمليات الإرهابية. وبالتالي احنا تمكننا او نجحت الدولة المصرية ان هي تحصر هذا الارهاب في نطاق ضيق جدا في سيناء، وفي نفس التوقيت ما نشهده من عمليات في الداخل عمليات يائسة. العمليات الاخيرة انا شايفها عمليات يائسة، مش عمليات اختلف مع كتير من التحليلات ومنهم احد الزملاء في مركز دراسات دائما نشتبك في هذه المساحة، ان هي عمليات يائسة مش عمليات تدل على ان هناك اتجاها للتصعيد. بالعكس هو بيحتضر، هو في نهاية احتضاره بيحاول او في اقترابه من الاحتضار بيحاول ان هو يعمل عمليات يستهدف فيها آخر ما تبقى له من أمل إن هو يقسم هذا المجتمع، يستهدف النسيج الوطني لهذا المجتمع. يعني هي العمليات الإرهابية لا تقاس يعني عدد الأرواح اللي بتحصدها؟ تقيسي العمليات الإرهابية عندما تحدث عملية إرهابية، والإرهاب هنا على فكرة بيستهدف المصريين جميعا من أول الجندي والضابط في القوات المسلحة أو الشرطة المدنية إلى المواطن المصري المدني. الاستهداف ده لما بيحصل في قدامه أكتر من عملية تم إفسادها، يعني مش هي دي كل العمليات الإرهابية اللي تمكنت من، هي دي العمليات المخطط ليها، لا في عمليات إرهابية كتير إحنا ما سمعناش عنها. وفكرة عدم الإعلان عن العمليات الإرهابية دي فكرة بتتمتع بنوع من أنواع الرصانة برضو، إن هي فكرة عدم إثارة الخوف والرعب في المجتمع، إن ما يبقاش المجتمع قلقان. مش ممكن هطلع للمجتمع أوضح له كم العمليات اللي بيتم توقفها أو كم العمليات اللي بيتم إفشالها، وإلا هيبقى في نوع من أنواع الرعب عند المواطن من التعامل الطبيعي في نمط حياته العادية. فبالتالي لازم الإرهاب ينجح في بعض عملياته، والإرهاب لما بينجح في بعض عملياته في إطار نقاشنا المستمر أنا وحضرتك ده على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، يعني لازم هينجح بعملية، لازم هيعدي بعملية. وأعتى الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن هي تتصدى لعمليات إرهابية بيتم إفشال البعض، لكن في عمليات بتنجح. الإشكالية في التعامل مع الإرهاب النهاردة أنه ما بقاش ظاهرة مصرية بس، لا ده بقى ظاهرة عالمية، والدولة المصرية في هذا الإطار عندها رؤية في التعامل مع الإرهاب اللي هي بننتقل فيها للنقطة الثانية في كلمة السيد الرئيس، اللي هي متعلقة بالاستراتيجية المصرية في التعامل مع الإرهاب وتكثيف مصادر التمويل وتكثيف مصادر التجنيد عبر تجديد الخطاب الديني، عبر محاسبة بقى الدول التي وقفت داعمة للإرهاب، سواء دول من قلب الوطن العربي أو دولة شقيقة في الوطن العربي للأسف، أو من خلال دول على نقاط الوطن العربي، دول على جوار الوطن العربي تمثل الدعم الحقيقي لهذه العمليات الإرهابية. لما كانوا بيشتغلوا على الملف ده كان هدفهم الدول دي كلها إفراغ المنطقة العربية أو إفراغ حدود الدولة الوطنية، أن الدولة الوطنية سواء في سوريا في العراق في اليمن في ليبيا يحصل نوع من أنواع الإفراغ وهزيمة المؤسسات الوطنية في داخل كل دولة من الدول. وهنا بقى يبان لك الفرق الكبير في الإدراك المصري أو الإدراك المصري الحقيقي وفقا لدولة، تكلم عن دولة مصر اللي احنا بقينا بنعيش فيها، احنا ما كناش في دولة، احنا كنا في لا دولة أو شبه دولة، أو يعني الواحد مش عايز يفتكر لهذه المرحلة. سنتي النهاردة دولة عندك ثوابت في الـ 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 الأمن القومي المصري، أن الأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن التهديدات للأمن القومي المصري تأتي دائما من الشرق، وأن حماية الدول الوطنية الكبيرة في الوطن العربي هي مسؤولية تقع على عاتق الدولة المصرية. لما تشوفي هذا المنطق والدولة المصرية تتحدث عن سوريا والعراق واليمن وليبيا وتتذكري المؤتمر اللي كان معمول في الصالة المغطاة في استاد القاهرة، نقدر نقف على الفرق الكبير جدا بين دولة مصرية لها قيمة الآن، لها صوت مسموع الآن، وبين دولة مصرية
لم يكن لها أي قيمة في هذا التوقيت، بل كانت منقادة لتحقيق مخطط أكبر بما في تسليم سيناء، بما في حاجات كتير جدا تكشفت للمصريين، وكانت أحد العوامل الكبيرة في التحرك الكبير بتاع 30 يونيو. اتفضلي فن. طيب المسارات اللي ذكرها أيضا رئيس مسار التنمية الاقتصادية، في رأيك إن هو ده تركيز المواطن الآن على مسار التنمية الاقتصادية وكل التهديدات اللي كانت ستواجه الدولة المصرية أثناء حكم الإخوان يعني ذهبت من ذاكرته الآن في تقييمك ومتابعتك؟ لا افتكري حضرتك 30 يونيو وافتكري أنك من 30 يونيو هذا الشعب يتعرض إلى حرب معنوية غير عادية، حرب معنوية باستخدام أحدث أساليب تكنولوجيا الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر الإعلام البديل في المواقع الإلكترونية، وأنواع جديدة من الصحافة والإعلام ابتدوا يطلعوا صحافة المواطن وإعلام المواطن. المواطن المصري ابتدى يتحط بالتدريج على فكرة أن يعادي دولته، أن يعادي نظامه باستخدام هذه المواقع. هم متأكدين أن هذا العنصر اللي عمل مفاجأة 30 يونيو لابد من استهدافه، لابد من تدمير وعيه، لابد من، وفي نفس الوقت الدولة دائما تراهن على وعي هذا المواطن وعلى وعي هذا الشعب. كان في محاولات يعني لإصدار تواريخ يخرج فيها الشعب المصري، وبنشوف الشوارع يعني ما فيش حد حتى عنده الرغبة في التظاهر، ده معناه ان الوعي ده لسه موجود. الوعي موجود، وهو ده رهان الدولة المصرية على وعي هذا المواطن، على إدراكه وعلى قدرته على التحمل وعلى فهمه الصحيح لمجريات الأمور، وعلى أنه هو لديه القدرة على التفرقة ما بين مصر قبل 30 يونيو 2013 ومصر بعد 30 يونيو 2013، مع الوضع في الاعتبار أن كل هذه الحرب المعنوية اللي بيتم شنها على العقل المصري وعلى الوعي الجمعي المصري لا يقابلها من الطرف الموازي ما يقدم دعما حقيقيا لهذا الوعي في معركته للصمود في ظهر دولته. يعني ما بتلاقيش بالفعل معالجات مستمرة إلا فيما نظر تذكر هذا المواطن بفكرة الشهداء، بفكرة التضحيات، بفكرة المشروعات القومية الإقليمية. ومن ثم النهاردة مثلا أعقب كلمة الرئيس الفيلم بتاع مصر 1095، مثل هذا النوع من الإنتاج لابد أن هو يكون منتشر أكتر من كده، لابد من تعريف المواطن بالمشروعات اللي بيتم إجراءها فيه، لأن كل ده بيمثل نوع من أنواع الدعم القوي لهذا الوعي لكي يصمد أمام هذه الحرب المعنوية الكبيرة اللي بيتم شنها عليه طوال الفترة من بعد 30 يونيو بالتحديد. هي كانت موجودة قبل 30 يونيو، إنما بعد 30 يونيو وتيقنهم إن هم لم يكسروا هذا الوعي، هو كل هدفهم من بعد 73، من بعد أكتوبر 73 على فكرة كان استهداف المواطن المصري، استهداف المواطن المصري ده بآليات كتيرة وبطرق كتيرة، إلى أن تحينوا لحظة تخيلوا إن هم استطاعوا أن يمحوا الشخصية المصرية، استطاعوا أن يمحوا الهوية المصرية، وكانوا يتصوروا أن الأمر قد استتب لهم، إلى أن فوجئوا بالفعل زي ما حضرتك بتقولي، فوجئوا ب 30 يونيو اللي ما كانش حد متخيل أن هي هتحصل، وما كانتش ترتيباتهم تثير في هذا الإطار. وتخيلي لو أن هم كانوا يدركوا أن 30 يونيو ستحصل بهذا المنظر، أتصور أن طريقة الإدارة بتاعة المعزول مرسي مع الأزمة كانت ستختلف. كنا ممكن نشوف تركيا موجودة بقى، كنا ممكن نشوف إيران موجود، ممكن لو كان يدرك في هذا التوقيت أن 30 يونيو ستكون على هذا النحو. إنما هي كانت المفاجأة في هذا المواطن المصري اللي عنده وعي كبير جدا وعنده إدراك كبير جدا، يختلف حتى عن الوعي للأسف لدى بعض مثقفيه، لدى بعض من نخبته اللي أبعد بكتير جدا عن وعي المواطن الحقيقي في الشارع. وده الدليل عليه اللي حضرتك بتقوليه، أن الشوارع دائما أبدا ما بتكون خالية ولا يتم الاستجابة لأي من الدعوات الخروج على مسيرة الاستقرار اللي المجتمع المصري عايشها اليومين دول. حضرتك ذكرت وسائل الإعلام أنها لازم تكون عندها يقظة وتكون يعني قادرة على تقديم إنتاج يضاهي ما يقدم من صورة محبطة في وسائل التواصل الاجتماعي. هل في يعني مستمعين لهذا النوع من العمل الإعلامي، ولا دايما صوت النقد هو الأعلى، صوت يعني الإحباط واليأس هو الفائت؟ هما بينجحوا في ده لان هو تضافرت معاهم قوى اخرى في المجتمع، مع هذا التنظيم الارهابي تضافرت معاه قوى اخرى في المجتمع مكنته ان هو يساهموا بفعاليه في تخويف
هو بيحاول يرهب كل من يحاول ان يتحدث دفاعا عن هذه الدوله. هو بيحاول ان هو يمثله نوع من انواع الازعاج المعنوي، الضغط المعنوي، انك انت تسكت ما تتكلمش، وده امر غير صحيح ولا يستوي مع ما يتم على ارض الواقع. والامور اتخذت بالتدريج، وكلنا نراجع تاني الاحداث من بعد 30 يونيو 2013، الحماس الهائل والشديد وعدم الرغبه في تصديق اي حاجه تمس لا المؤسسه العسكريه ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الى نجاحهم مؤخرا في ان هم قدروا يشوشوا على النجاحات اللي الدوله المصريه بتعيش فيها، وقدروا ان هم ياثروا على توجهات البعض. ده مش امر مش فجائي، ولكن هو جاي نتيجه الممارسات الممنهجه اللي هم كانوا بيعملوها. من اهمها بقى ان احنا ما كناش حريصين في نفس التوقيت على ان احنا نمشي في مسار موازي يوضح الحقيقه للمواطن بعيدا عن التزييف وبعيدا عن المبالغه، يوضح الارقام الحقيقيه للمشروعات، يوضح الجدوى من هذه المشروعات، يوضح توقيتات الانتهاء من هذه المشروعات، ويوضح في النهاية الفائدة التي ستعود على المواطن بعد الانتهاء من هذه المشروعات. ده أمر احنا محتاجين نركز عليه الفترة طبعا اللي طبعا، لأن ده هيخلق نوع من أنواع التلاحم البنيوي في الشعب، وأن يكون الشعب كله على إدراك واحد. احنا هنوصل لفين وإمتى؟ ده سؤال رئيسي عند المواطن النهاردة. احنا هنوصل لفين وإمتى؟ هنوصل لازم وده معروف على فكره، يعني اللي بيرجع لخطه الدوله واللي بيرجع لخطه مصر 2030 واللي بيرجع للسياسات اللي بتطبقها الدوله اتفقنا واختلفنا معاها، لكن ده موجود في خطه الدوله المصريه. والخطه دي مش خفيه، ده خطه موجوده بالفعل وخطه مقرره وخطه بيتم التعامل بيها على ارض الواقع وفقا لتكتيكات واستراتيجيات ودراسات علميه قديمة وحديثة لصالح مستقبل الأجيال القادمة في هذه الدولة. فلابد من الرجوع إلى كل هذه الأمور من خلال عرض حقائق، من خلال الابتعاد عن التزييف، من خلال الابتعاد عن فكرة أنك أنت التأييد الدائم. لابد أن يكون هناك نقد إذا كانت هناك أخطاء، وإذا كان هناك نقد يتم عرضه في صورة بناءة بما يسمح للدولة بمراجعة بعض السياسات، بمراجعة بعض الإخفاقات التي يمكن أن تحدث على الطريق الطويل للتنمية والبناء في الدولة المصرية. لانه لا يمكن لدوله في مرحله زي اللي احنا بنمر بيها، مرحله بعد مرحله عدم استقرار كبيره جدا. خلي بال حضرتك، مصر من 2011 لم تستقر الدوله المصريه غير في يونيو 2014. الدوله المصريه كانت طوال هذه الفتره مسار قلق ومسار عدم استقرار ومناطق دائما احتمالات تفجر ازمات وصراعات. حتى الشارع ما كنتيش بتقدري تمشي فيه، حتى منطقه وسط البلد كانت منطقه صعب انك انت تنزلي تتريادي او تتجولي او تتسوقي فيها بسهوله. فحتى المظاهر بتاعه المجتمع المصري نفسها كانت مظاهر مختلفه كتير عن المجتمع المصري اللي احنا نعرفه. فبالتالي المواطن النهارده في حاجه اكتر عشان تقدري تخليه الوعي بتاعه يفضل في إطاره الصلب، انك انت تقدمه له هذه الحقائق، انك انت تدعميه ببرامج تنموية وببرامج تثقيفية تزيد هذه المساحة من الوعي بالإجراءات التي تتخذها الدولة والإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل مستقبله ومن أجل مستقبل أبنائه. ولازم دي تتضمن إشارات واضحة بتقال فيها المدى الزمني بتاع هذه المشروعات، العائد اللي هيعود على الوطن والمواطن هيكون شكله إيه، إن هذه الأفكار ليست اعتباطا علشان تقدري تصدي هذا الهجوم الفظيع، هذه الحرب المعنوية الفظيعة اللي بيتم شنها على العقل الوعي المصري. وكل الأمور دي في النهاية مرتبطة بإن ما نخافش، احنا مش خايفين، احنا بندافع عن دولة، بندافع عن بلد في حالة حرب، بندافع عن بلد عايزين نصل بها إلى لحظة الانتصار، بندافع عن بلد عايزينها تحمي مقوماتها وتحمي مقدراتها وفي نفس الوقت تستطيع أن تحقق النصر على أكبر مخطط كان بيستهدف المنطقة العربية بالتقسيم بعد 2011. ويعني يعني الوقوف أمام خطر التقسيم ده يعني واحد من أهم الإنجازات اللي تحققت في ثورة 30 من يونيو بدون شك، واحنا بنتكلم عن انجازاتها. بشكرك جزيلا على وجودك معنا في ذكرى رابعة لثورة 30 من يونيو، الاستاذ احمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. شكرا يا فندم. شكركم مشاهدينا على المتابعة، وفي الغد حلقة جديدة من برنامج من القاهرة، الى اللقاء.